مسهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. حياكم الله مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة اللي راح أتكلم فيها عن منظمة السياحة العالمية تفتتح أول مقر لها، أول مقر على الإطلاق في العاصمة السعودية الرياض. مسهم حيهم، يا مرحبا تريليون، وحيا الله الوجيه الطيبة الراقية الجميلة اللي تتابعني، يا مرحبا مليون. في البداية ومثل ما عودتكم مشاهدين الكرام اني احط لكم تسجيل او اتصال، في هذه الحلقة اخترت قصيدة رائعة لشاعر رائع وعذب بما تحمله الكلمة من معنى، الشاعر عبد الرحمن آل عبيد. خلينا نشوف القصيدة ونرجع ثاني مرة. قول يا الشاعر المتوتر الحساس، لا شفتني لا تدخلك ريبة، سولفت لك كواحد من الناس وثر سواليفي لك مصيبة، تشوف نفسك فوق هاي اكلاس وعندك معازيبك ولك هيبة، وحياتنا ما هكذا تنقاس، في الوضع تشريقه وتغريبة، المنبني في ثانية ينحاس، صعب البناء والسهلة تخريبة، سلم على اللي يرفعونه الراس، شعب على العدوان أماريبه، عيال ابونا زايدة النبراس، في ذني هلاها وتراحيبه، والخاتمة والدافعة الأساس، والوضع بعد نعت ترتيبه، عساك تفدى طارقة المحياس من كثر فزعاته ومن طيبه. صح لسانك تريليون، شاعرنا العذب، شاعرنا الجميل المبدع عبد الرحمن آل عبيد على هالقصيدة الأكثر من رائعة. ولا تنسانا عاد من قصايدك، نباها معانا بالبرنامج أول بأول بإذن الله تعالى، لأنك تستحق ولأنك مبدع بما تحمله الكلمة من معنى. وأنتوا كذلك مشاهدين الكرام اللي عنده قصيدة، اللي عنده تسجيل، شو ما في خاطركم بنحطه أول بأول. ورد أقول للمرة المليار كل اللي أرسلوا تسجيلاتهم الصوتية والله بحطها، بس عطوني وقت وعطوني فرصة وعلى هالخشم وما يصير خاطركم إلا طيب. تشوفون هذا الفيديو اللي أمامكم على الشاشة، هذه هي السياحة في المملكة العربية السعودية، هذه هي الأجواء في المملكة العربية السعودية، هذه هي المدن في المملكة العربية السعودية على مستوى العالم، على مستوى العالم. انتوا حكموا وانتوا اكتبوا لي بالتعليقات أسفل الفيديو، هذا اللي قاعدين تشوفونه أمامكم، كم تصنفونه على مستوى العالم؟ أنا عن نفسي بدون مبالغة، والله بدون أي مبالغة، أشوف من الدرجة الأولى على مستوى العالم. الجو اللي رد الروح، طبعا المملكة العربية السعودية قارة ما شاء الله تبارك الله، بلاد كبيرة كبيرة كبيرة، شمالها غير، جنوبها غير، شرقها غير، شمال جنوب شرق غرب غير، وسطها غير، لذلك حتى في عز الصيف تلقى فيها بعض المدن جو أوروبي، جو باريسي على ما قالوا، إضافة إلى باقي مناطق المملكة كلها اللي كل منطقة فيها تشتهر بحاجة معينة تميزها عن المناطق الأخرى، والكل خير وبركة ما في شك. تشوفون أمامكم، تشوفون أمامكم مدعاة للفخر والاعتزاز. على طاري الحلقة وعلى طاري السياحة وعلى طاري منظمة السياحة العالمية، هذا اللي تشوفونه أمامكم، السياحة بمعنى الكلمة. أنا عن نفسي لما بسافر، أنا عن نفسي شخصيا ليش أسافر؟ أبغى هالأجواء، أبغى أشوف هالأشياء في عيني، أبغى أقعد في هالأماكن، أبغى أستمتع بهذه المتعة اللي قاعد أشوفها أمامي. لذلك منظمة السياحة العالمية اختارت أن تكون الرياض، اختارت أن تفتح في الرياض أولى مقراتها على مستوى العالم، وأيضا تم الإعلان عن أول أكاديمية سياحة في الرياض، راح يسوونها بإذن الله تعالى أكاديمية محترفة بمعنى الكلمة للسياحة. على فكرة أباكم تتابعون الحلقة للنهاية، لأني بحط تقريرين جدا جميلين وجدا رائعين، الأول عن الإخبارية السعودية يقولون الموضوع لهم الحب والتقدير والاحترام طبعا، يتكلمون بالتفصيل حول الموضوع، والثاني للأميرة هيفاء آل سعود تتكلم أيضا حول الموضوع. تشوفون المبنى هذا اللي أمامكم على الشاشة مشاهدين الكرام، تتوقعون خلال كم تم بناءه؟ كم مثلا؟ سنتين؟ لا لا أقل. سنة ونص؟ لا 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 أقل. سنة؟ لا تبالغ يا طارق، والله ما أبالغ، أقل. ستة شهور؟ لا 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 أقل. خمسة شهور؟ أقل أقل أقل. أربع شهور؟ نعم، خلال أربع شهور فقط هذا المكان كان أرض فقط، ما في ولا شيء، خلال أربع شهور قام هذا المبنى اللي هو مبنى منظمة السياحة العالمية فرع الرياض، أول فرع في العالم لمنظمة السياحة العالمية. طيب يا طويل العمر، السعودية قررت منح 100 مليون دولار لإنشاء الصندوق الدولي للسياحة الشاملة لإيمان المملكة العربية السعودية بدور السياحة المهم في مجال
الاقتصاد. خل احط لكم الان هذا الفيديو للقناه الاخباريه الرائعه والاكثر من رائع يشرحون فيه الموضوع بدقيقه على السريع باكم تشوفونه وبنرجع ثاني مره. يبدو أن الجانب الخامد في سنين مضت قادم على أعوام من التطور والازدهار. السياحة الملف الذي راهنت عليه الرؤية بقوة ليساهم في الناتج المحلي بأكثر من 10% بحلول عام 2030، وإلى حين قطف الثمار تدور عجلة القطاع الواعد بنمو ملحوظ لم تعرقله الجائحة التي أجبرت العالم على إغلاق حدوده. نتاج العمل برز في اختيار منظمة السياحة العالمية للرياضة لتكون الحاضنة لأول مكتب إقليمي للمنظمة مخصص للشرق الأوسط خارج مدريد. المكتب بدأ أعماله خلال قمة تعافي القطاع السياحي التي انعقدت على مدى يومين في الرياض، وسيكون على كاهل المكتب تنسيق السياسات عبر 13 دولة في المنطقة وتعزيز المنتجات السياحية بجانب تحفيز الاستثمار في مقوماتها. الرياض حاضنة للمكتب الإقليمي للسياحة العالمية، اختيار له دلالات ورسائل جلية في تخطي المملكة مرحلة إرساء البنية التحتية للقطاع السياحي إلى التأثير فيه عالمياً. ولم يثني المملكة دخولها المتأخر في القطاع لتعبر عن مدى طموحها الكبير والوقوف بثبات كلاعب جديد في مضمار السياحة الدولية. فبالمشاركة مع البنك الدولي أعلنت السعودية تقديم 100 مليون دولار لإنشاء الصندوق الدولي للسياحة الشاملة، وهو أول صندوق لدعم النمو السياحي عالمياً. عز يا مال العز وفخر يا مال الفخر ومنها للأعلى دائما يا رب العالمين. راح أترككم الآن مع هذا التقرير اللي بتشوفونه الرائع والأكثر من رائع. شوفوا للنهاية، ها شوفوا لما ضغطوا على الزر وتم الافتتاح، شوفوا الألوان، شوفوا الحرف، أنا شوفوا الإبداع، شوفوا الشيء الجميل. والله حبيت كثير كثير حبيت هذا التقرير. للإخوان في وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية الحب والتقدير والاحترام، للجميع مشاهدين الكرام الحب والتقدير والاحترام. أترككم مع هذا الفيديو ونشوفكم على خير. Your Excellencies, ladies and gentlemen, welcome to Riyadh and to the first ever UNWTO regional office in the world. In 4 months, this building was nothing. It was just plain land, and today it is this magnificent building that you're standing in today. The regional office will be the best place to unlock that potential to the world. I wish, we all wish, to have this region to get its share of the spend, which is about 10% of the world spend from, where is it today, 5%. Again, I thank you and wish you all the best. I wish you every success. And moreover, believe that this office will help the Middle East region recover its tourism sector, as well as support the growth of rural tourism development worldwide. Your sincerely, Antonio Guterres, Secretary General of United Nations. At this critical moment, strong collaboration between the health and tourism sectors must continue. To bring people together, to provide economic and cultural benefits, to be the driver of economic growth. We would like to congratulate. Congratulations. Cambodia would like to congratulate. Congratulations. Thank you and warm wishes from Malaysia. I wish you all the best. My warm congratulations. Very warm congratulations both to the organization and to Riyadh. Welcome to their excellencies, Mr. Ahmed Al-Khatib and Mr. Zurab Polikashvili, to inaugurate the building.